وكان معانا في مؤتمر فاصل ونواصل المنتج والموزع السينمائي هشام عبد الخالق اللي قدم مع كريم عبد العزيز فيلم ولاد العم اللي كان فيه كتير من الاكشن وقليل من الكوميديا، ويمكن ده اللي خلى المنتج هشام عبد الخالق يعتبر الفيلم اسم على مسمى، لانه فاصل بعد الاكشن والحركه بمساحه من الكوميديا اللي شايف انها تحقق تنوع كمان للافلام اللي فيها سياسه بتاخد وقت وتصاريح وموافقات وخلافه. كمان هنلتقي بمدير التصوير سامح سليم اللي كلمنا عن الفيلم اللي أكد أنه تصور في 8 أسابيع وأنه معظم لوكيشن الفيلم كان خارجي. الأفلام السياسية لو كانت المقصود منها أنك أنت تقدمي حاجة للناس تنصحيهم بيها، تمام، مش تلقي الضوء بس على فساد ودمار وتكسري الدنيا. بالعكس، يعني أنا عمري ما كان عندي نوعية أفلام فيها كده، هو كويس، لان انا في الاخر مش انسان سلبي، انسان ايجابي. فانا عايز النهارده اقدر يجي لي موضوع سياسي كويس نلقي الضوء فيه على مشكله موجوده، جايز الناس تبتدي تتعلم الاسلوب الصح لحلها، جايز الناس تتفاهمها احسن، بهعمل. لكن برضو في الاخر مش لازم يكون كريم عبد العزيز، لان كريم كلاين في الشركه انا شايف ان ده التوجه المظبوط ليه، تمام. لكن انا برضو عندي فيلم، برضو احنا عارفين دلوقتي ان الاجراءات، في عندنا داخلية بتوافق على حاجات، في عندنا اجهزة امن بتوافق على حاجات، ففي مشاريع بتقف لسبب او الاخر. انا بقولش هم غلط، وانا ضد فكرة ان هو غلط لسبب، لان احنا بنبتدي احنا نقرب منهم ونقرب من شغلتهم وعايزين نحطها بطريقتنا. هم ساعات ما بتعجبهمش الطريقة دي لان ممكن بتكون بتأذي شغلهم. فانا لما حتى في اولاد العام تفهمت وجهة نظرهم، انا بصراحة استوعبتها، حسيت ان احنا كنا غلط، بس نقدر بالتعاون معهم. يعني انا بحب ان احنا نتعاون، فيقولوا لا ده كده، ده ينفع كده، ده الكلام ده كده غلط، لكن مش مساله رفض. فاحنا عارفين وضع الافلام السياسيه، انا ما بحاولش العب على ابتذال، يعني ما بحاولش اناقش قضيه سياسيه فجه واقوم مطلع شخصيات فجه عشان الناس يقولوا الله ده جريء قوي. انا ما بلعبش على الجرأه، انا بحاول احط قضيه وبحاول اوصل رساله للناس. البطل عندي في الصوره كل العناصر اللي حضرتك قلتيها، من الابطال للاخراج لزوايا الكاميرا، كل ده تيم وورك. ازاي الصوره في الاخر لما انا اطلعها حلوه، ده انا هخدم بيها الدراما. كلنا في الاخر احنا عايزين نخدم الدراما، عايزين نطلع الفيلم حلو بس. فانا مش ما بفصلش على فكره الصوره عن الفيلم، انا مش ما بخشش الفيلم بقول هطلع هعمل شغلي هنا هوت حلو كده وبس، ماليش دعوه بحد. لا، احنا تيم ورك كلنا، لو حد فينا كان وحش هيخلي كل الباقي وحشين.